سلام جميعا، يعطيكم ألف عافية. اليوم إن شاء الله رح نبلش بشابتر 3 اللي هو السترينجز. بس قبل ما أبلش بهذا الشابتر، حدا عنده أي استفسار على سواء شابتر 1 أو شابتر 2، أو حدا عنده أي استفسار بشكل عام قبل ما أبلش بالمادة؟ طبعاً للتذكير، يوم الخميس عندنا كويز بشابتر 2، تحضروا له كتير كويس. الوقت بعده مبدئياً يعني بين الخمسة والست، لحد الآن الوقت تماماً مش مبين، بخبركم، نبعت لكم إيميل. بس قبل ما أبلش برجع بسأل، في حدا واجه صعوبة بشابتر 2؟ يعني عادي مش قادرين تحكوا، اكتبوا كومنتس عشان إذا في موضوع معين مش مفهوم أرجع أعيد عليه. يا ريت تخبروا بعض، يعني إنه نبلشت المحاضرة، وبما إنه للآن ما في أسئلة أنا رح أبلش بالشابتر الجديد. في حال بعد هيك وأنا عم بشرح خطر ببالكم أي سؤال، ما في أي مشكلة. طيب، شابتر 1 كان يحكي عن الأساسيات، حكينا طبعاً عن العمليات زي البرنت، حكينا عن الإنبوت، حكينا عن العمليات الحسابية بشابتر 1، ذكرنا الأنواع إذا بتتذكروا اللي هي الانتجر والفلوت، وحكينا عن السترينج، وحكينا عن البول، وحكينا في أنواع تانية شوي أدفانست بناخدها لقدام. وشفنا إنه في كمان بشابتر 2 دخل بإشي اسمه اللي هي الكونديشنز، دخل عندي بإشي اسمه الشرط. بناء على هذا الشرط كنا إما نعمل زي مثلا بالإف، كنا في أشياء ننفذها وأشياء نتركها، أو زي الوايل والفور كنا نعمل عملية التكرار الريبتيشن. هلأ هاي الأشياء حكيناها كانت في البداية. اليوم اللي رح نحكي عنه شيء تكملة للي فعليا حكينا بالشابترز اللي فاتوا، اللي هي السترينج. طيب احنا شو بنعرف عن السترينج؟ في حدا ممكن هيك يشارك معنا يحكي لي شو هو السترينج؟ يعني من اللي حاضرين معنا اكتبوا بالشات اذا انتم مش قادرين انكم تحكوا، بليز، يعني بدي حدا يجاوبني، بلاش ما اختار انا عشوائي. شو بنعرف عن السترينج؟ دكتورة، كلام بين كوتيشن بنعمل له كوبي بيست لما نعمل له برنت. بالضبط بالضبط بالضبط، شكرا إليك كتير، وكمان شكرا لريما. بالضبط اللي بصير عندي أنا، اللي عملية اللي بتعامل معها بالسترينج هو عبارة عن أي شيء، مش شرط يكون حروف، أي شيء موضوع داخل إما زي ما إحنا بنعرف سينجل كوتيشنز أو دبل كوتيشن، هذا اللي هو string. طبعاً حكينا عنه واستخدمناه، بس ما دخلنا بالتفاصيل الداخلية فيه. يعني صرنا نحكي إنه هي عبارة عن أشياء زي ما أنتوا تفضلتوا، هي عبارة عن أشياء. الموقع معلق، مش مشكلة، إحنا مسجلين، مش مشكلة. عادي لو في أي مشاكل، مش مشكلة، المحاضرة مسجلة وراح أنزلها مباشرة، يعني خلينا نقول بعد محاضرتي الثانية، لأن في بعد فيكو في كمان محاضرة. فالسترينج زي ما حكينا هو عبارة عن أي شيء بوضعه داخل إما single quotations or double quotation. الهدف منه إن هو الإكزاكت سيكونس، يعني أنا باخد السيكونس زي ما هو، ولا يهمكم مش رح أسجل غياب، بس بدي بعد المحاضرة حد اللي عندهم صار مشكلة بس على الإي ليرنينج يقولوا لي كان عندنا مشكلة، مش هلأ على أنتم ما بيقدروا، أو يبعثوا لي إيميل إنه ما قدروا يدخلوا علشان ما أسجلهم غياب. طيب فمعناته هو بيعطيني الـ exact sequence of characters is maintained، يعني أنا بعطيك ترتيب زي ما حكيته copy paste، يعني رح ياخد الترتيب كما هو ولا بيغير عليه إشي. هي هذا الهدف منه. كمان بحكي لي، وهي العبارة مهمة ورح نشوف ليش مهمة، بيقول لي إنه هو عبارة من الأنواع اللي بنسميها collection. شو يعني collection؟ يعني مجموعة أشياء. الكوليكشن بالعربي مجموعة،
بالسترينج لما أحكي كوليكشن يعني هي عبارة عن مجموعة إما من الأرقام أو الرموز أو الأحرف أو كلهم مع بعض، يا موضوعين داخل single quotations or double quotations. ما في أي مشكلة، ما في إشي ممنوع إلا شغلة رح نحكي عنها كمان شوي. إذن السترينج إذا سألني ليش إيش بسميه بقول هو عبارة عن collection، عبارة عن مجموعة. هاي المجموعة ممكن تكون أحرف، ممكن تكون أرقام، ممكن تكون رموز، ممكن spaces، خليط، ما في مشكلة. تمام؟ هلأ اللي بيصير عندي، إحنا هذا السترينج زي ما شفنا بالشابترز اللي فاتت، مجرد ما يحكي لي print فأنا باخده copy paste، يعني هاي الماكسيمم اللي إحنا كنا نشتغل عليه. طبعا اللي كنا نعمله وشفناه كمان بالشابترز اللي فاتت خصوصا بشابتر 1، استخدمنا عملية اسمها STR. هاي العملية كنت أعطيها أنا أرقام وهي شو تعمل؟ تحول لي إياهم إلى string. طبعا لما أحكي string single quotations or double quotations ما بتفرق معي، هاي زي هاي، هدول تنتين نفس الإشي ما بيختلفوا عندي، هدول متساويين سواء حطيت single or double ما بيفرق. المهم ببلش بسنجل وهي تعدتها كتير وبرجع بكرر لأنه مرات بالامتحان بنخدعكو. ببلش بسنجل بنهي بسنجل، ببلش بدبل بنهي بدبل. يعني إجا شفت أنا سؤال بالامتحان والله حاطت لي سنجل مثلا وحاطت لي هاي وناهي لي إياها بدبل، مباشرة بدون ما أفكر بحكي له والله هاي سوري بعتبرها إرر، اللي ببلش فيه بنهي فيه. طيب بحكي لي كمان مجرد ما أنا عرفت string أو مجرد ما استخدمت ال str فأنا بنادي إشي اسمه constructor. شو هو؟ ما إلي أدخل بالتفاصيل، هو بس علي أعرف إنه يبنى ال string. مجرد ما حطيت له single or double خلص هو بنالي إشي اسمه string. طيب تمام، معناته إذا مثلا زي ما حكينا بيجي بالامتحان بيقولي والله print hello حاطط لي إياها كيف، مبلش لي إياها بسنجل بدبل كوتيشن وناهي لي السترينج بسنجل كوتيشن، شو مباشرة بحكي له؟ بقول له هاي هيك عبارة عن إرر. طبعا أكيد سينتاكس إرر، خطأ بالصيغة. ليش؟ لأنه أنا بعرف من القواعد بلش بدبل إنهي بدبل، بلش بسنجل إنهي بسنجل. الحشوة مش مشكلة، بس المهم ببلش بإشي بنهي فيه، هاي القاعدة اللي هو بتعامل فيها. طيب تمام، شو كمان احنا اذا بتتذكروا حكينا قلنا انه في اشي اسمه الكومنت، هاي حكينا عنها بالشابتر الاول، قلنا اي اشي بدي اكتبه كملاحظة والكل يطنشها وما حدا ينفذها والبرنامج ما يشتغلهاش بحط قبليها اشارة الهاش. يعني زي هيك لو حطيت كل هاي الجمل مجرد ما إني حطيت الهاش فكل هاي الجمل لن يتم تنفيذها، هاي كلها رح يكنسلها ما رح يشتغلها. وشفنا إنه لو بدي أعمل كومنت، يعني هلأ أنا كل سطر علشان أضمن إنه يكون كومنت بحط قبله إشارة الهاش. إذا بدي أعمل كومنت for many lines، بدي أعمل كومنت فيها عدة أسطر، شو كنا نضيف؟ كنا نضيف 3 quotes، 3 quotations. طبعاً لازم 3 في البداية و3 في النهاية. هاي هيك معناها إنه كل هاي العبارة عبارة عن comment. هاي comment. Notes. مش أكثر من هيك. يعني ما في إشي. Nothing will be printed. أو there is no output، ما رح يطلع عندي إشي على الشاشة. طيب أوكي تمام، شو كمان استخداماتها هاي الـ quotations اللي أنتوا شايفينها؟ بيقولي كمان ممكن أتعامل فيها مع الـ string. طيب شو يعني أتعامل فيها مع الـ string؟ خلينا الآن نعتبرها ككومنت ونشوف. لو إجيت عرفت variable سميته var وقلت له هو عبارة عن كلمة هاي وأنا حابة أنزل سطر، يعني يعتبر لي السترينج كامل
كل ما أنزل هيك إنه يعتبر لي عادي، يعني يطبع لي إياه كسترينج، وهي اللاينز يعني يطبع لي هاي ويطبع لي جي كي كي والإتش إتش إتش والجي والون تو ثري، هيك أنا متوقعة. لما أجي أعمل عملية التنفيذ شو رح يعطيني عليها؟ رح يعطيني إرر، بحكي لي للأسف إذا بدكوا تعرفوا سترينج أوكي أنا بلشت بدبل ونهيت بدبل، بس بسبب وجود الإنتر فهذا كله شو بيعتبر لي إرر، بقول لي ما عملت عملية termination، ما عملت عملية إنهاء للسترينج. يعني كان مفروض إنه هون شو أضيف؟ أضيف دبل كوتيشن، بما إني بلشت دبل بنهي دبل. طب وإفرضوا أنا خلص السترينج تاعي مصرة إنه يكون زي ما أنتوا شايفين بهاي الصيغة، إنه يكون في إنتر، واللي بسيطة بدل ما تحطوا ون يعني سينجل أو دبل كوتيشن واحدة، حطوا ثلاث، يعني اعتبروها زي كأنه أنتوا عم تتعاملوا with comment بهذا الشكل. وطبعا هاي عبارة عن comment، هاي مش رح تتنفذ. لما أحكي له var تساوي، شوفوا شو رح يعمل، رح ياخد لي إياها كلها. هاي الvar هي عبارة عن string، string ممتد، وأنا بقدر هيك إذا بدي جوا هيك وأحكي له آه هذا string ممتد وفي enter. هنا الانتر بطل يعتبرها مشكلة عادي. ليش؟ لأنه إحنا استخدمنا بدل الون سواء سينجل أو دبل كوتيشن، يعني واحدة من هاي أو واحدة من هاي للبداية، أنا استخدمت ثلاث، يا ثلاثة دبل يا ثلاثة سينجل، وطبعا بنهي بنفس اللي ببلش فيه. هيك أنا بكون ضمنت إنه يعطيني string with multi lines، يكون في عندي أسطر عديدة. فلما أجي أطبع عادي بطبع لي الإنتر، بطل يعطي عليها مشكلة. فإذا لما أجي أحكي شو استخدامات للتريبل كوتيشنز، يعني بدل ما يكونوا دبل، أو هنا أنا عندي ثلاثة من السنجل أو ثلاثة من الدبل، يا بعملها على شكل كومنت أو بيكون سترينج، بس هاد السترينج في نعتبره كأنه ماخذ عدة أسطر. طيب ريما مش فاهمة عليكي إنه ليش ما حطينا الكوتيشنز داخل القوس، وين داخل القوس؟ بس إذا بتوضحي لي سؤالك أكتر، يعني هون أحطها هاي هيك أشيلها أحطها هون، صح؟ هيك قصدك؟ تمام. هلأ بحالي هاي شوفي شو رح يصير، هذا كله رح يعتبر لي يا نوتس كومنت، كومنت يعني نوتس ما رح تتنفذ. تمام؟ يعني أنا هون ما عم بعمل عملية الطباعة، أنا هون فعلياً عم بكتب له ملاحظات. طيب هاي برا النوتس، أنا النوتس بلشت عندي من هون، الكومنت بلشت من هون وانتهت هون. هاي أمر زيادة ليس له مكان، ما لهوش لزوم، ما رح يعمل إشي فعلياً. إذا شغلت رح يعطيني إرر، هاي رح يعطيني نفس المشكلة، رح يقول لي طيب هذا القوس لمين؟ ليش نوضع هذا القوس؟ هاي أعطاني إنه unmatched، يعني ما في قوس بداية يشتغل عليه. فبدنا ننتبه إن لما بدي أتعامل مع الكومنت، بس تخلص الكومنت أي إشي بعديها هذا فعلياً البرنامج رح يعطي عليه مشاكل، إلا إذا كان أمر مظبوط، يعني زي هدول الأوامر عادي ما فيهم مشكلة. مشكلتي هون. جاوبت هيك على سؤالك ريما؟ وضحت الصورة؟ تمام. هلأ في كمان بس مين اللي رافع، مش شايف أنا مين ريزينج، اللي بليز إنه أسأل ما لحقتش. باسم تفضل. دكتور يعطيك العافية. بس دكتور المالتي لاين كومنت إذا بدك أكتبه جنب بعض لازم أحط فواصل أو continuation يعني؟ المالتي كومنت؟ لا اللي هاي والجي كي كي المكتوب هون، إذا حطيت مثلا فاصلة بين كل وحدة أو continuation حيكتبهن جنب بعض، صح؟ هيك بقدر أشير. يعني شوف علي، يعني زي هيك أحط هون فواصل. ودبل شوف شو رح يعمل. فهمت، بس قصدي انت قصدك كونتينيويشن، انك تستخدم الكونتينيويشن. خلينا نجرب.
هاي أنا عندي بدي أجربها، لو بدي أحط زي ما أنت تفضلت. سؤالك حلو، الـ continuation صح؟ ونشيل الكنز، وهي كمان continuation، وهي كمان continuation، ونظبط الأخيرة. نشوف شو رح يعتبرهم. أنا عكست، I think رح يعتبرهم زي ما حكيت، رح يعتبر لي إياهم كلهم as one line. طب هسا دكتورة، إذا شلت ال continuation حطيت بدالها فاصلة، بيعتبرها سطر، يعني بيعتبرها مسافة صح؟ إنه فراغ. شو أنا رأيك أنت؟ أنا ما هو أنت سألتك هذه كم مرة، قلتي لي حسب الانتربريتر أو الإديتر، إنه إذا أيام بخرب أيام لازم تحط continuation، أيام بزبط سطر واحد بس بيطلع فيه فراغ، يعني إذا حطيت فواصل. هلأ شوف علي، يعني أنت بدك تحط هنا بعد قبل الـ continuation؟ لا، أشيل الـ continuation وحط فاصلة. أوكي، ما هو بدك تنتبه الفاصلة محلها مع الـ string إشي، ومحلها مع الـ print إشي. فهمت. فهمت علي؟ يعني هلأ أنا هون لو شغلت رح يعطيني إنه في عندي دخلنا بإشي اسمه set. فهمت، يعني الفواصل وتقل. بالبرنت حيعطيني مسافة، اما هون حيعطيني شيء ثاني. بالضبط. خلص هون فهمت. إلها معنى تاني بالفاريبل، يعني دايما لما بدك تحكي عن أمر انتبه مع مين جاي، يعني الفاصلة ما حكي أنا مع حدا تاني غير البرنت صح؟ برنت بالضبط. بالضبط. فهي هاي المشكلة اللي بتصير، هذا اللي مرات الطلاب بتخربطوا فيه، بس شكرا كتير على ملاحظتك. فهي بالنسبة لنا إذا أنا بدي أعتبر إنه هذا كله عبارة عن one string، وياخذ الانتر بعين الاعتبار، ما يعتبرها انه مشكله، عادي ياخذها ويطبعها، وهي كلها عباره عن قيمه مع الانتر تعيتها. فانا بحاجه مش واحده بس كود سنجل اور دبل، انا بحاجه ثلاث بالبدايه ثلاث بالنهايه. طبعا لو كان سطر واحد عادي، يعني هدول لو كان اونلي شغله واحده بتعامل معاها فش مشكله، عادي يعني ما عنده مشكله، بالعكس بتبدأ بثلاثة وبتنهي بثلاثة زي كأنك بلشت. يعني عندي أنا السترينج، يا بعمل هيك أو هيك كسترينج أو هيك. هلأ هاي شو مميزاتها لما يكون عندي، طبعا هدول على أساس إنهم دبل مع بعض مع بعض مع بعض عشان ما تفكروش إنها سينجل أو سينجل، زي هيك رح أترك مسافة بس عشان تميزوا بيناتهم. هدول اللي بميز لي إياهم زيادة عن هدول إنه يسمحون وجود الانتر بالتكست أو بالسترينج عشان نكون إحنا دقيقين بالكلام، هن الوحيدين. أما هدول ما بصير، مجرد أنا عملت انتر خلص بعتبر كأنه أمر جديد، شغل جديدة، ما بيستوعب إنه هذا كله تابع للسترينج. أتمنى إنه تكون وصلت الفكرة. حدا عنده أي سؤال لحد هلأ؟ مو مشكلة مو مشكلة، اللي أنا عارفة اللي عنده كان من موقع معلق، ما عادي ما تهكلوا هم. وبالنسبة بعدني ما شرحت كتير، يعني بلشت بس بالتعريفات، وأنتوا عارفين المحاضرة مسجلة ورح تنزل. فإذا لما أتعامل مع التريبل كوتس، سواء ثلاثة سينجل ثلاثة دبل whatever، إيش اللي رح يسمح لي إياه؟ رح يسمح لي هي preserve both the vertical and the horizontal formatting of the string. يعني إحنا بالعادة متعودين أفقي نكتب، ما ننزل أسطر، ما نروح vertical، ما نروح عمودي. يعني هنا عندي عمودي وأفقي، يعني هذا الإشي الجديد إنه صار يسمح لي أكتب عمودياً، اللي أول ما كان يسمح لي أكتب عمودياً، كان بس يسمح لي أكتب أفقي هيك. أما إذا بدي أكتب هيك وهيك، يعني أنزل أسطر وأكتب أفقي وعمودي، فاللي بسمح لي اللي هو الـ triple quotes. فبيعمل لي زي شكل زي tables, paragraphs, فقرات، ودائماً أبداً preserve the formatting، بيحتفظ بالتنسيق. كيف يعني؟ يعني أنا هون حطيت this is، نزل سطر قلت له attest، وبعدين today، كل واحد أحطها بسطر لأنه أنا هيك كتبت له إياها، ما بقدر يتلاعب فيها. تمام. كمان حكينا بالchapters اللي فاتت إنه مجرد ما حطيت إشارة الهاش فهي عبارة عن one line comment، comment لسطر واحد، بينما إذا بدي أعمل comment تمتد عدة أسطر فبدي أستخدم
نفس الشيء اللي هي التريبل كوتس. هيك كل اللي بينهم، ها كل اللي بينهم هو عبارة عن كومنت. أي حدا برا هي عبارة عن أوامر، ها أوامر ما إلي شغل فيها. إذا فيها مشاكل معناته بيكون عندي إرر بهاي الحالة. تمام لحد هاي النقطة؟ حدا عنده أي سؤال حتى على الأشياء اللي مرينا فيها قبل؟ طيب إذا ما في خليني أكمل الستريم. فحكينا بالبداية عنا تعريفات الستريم، وفي شوية أشياء زيادة رح نزيدها اليوم. صعب الستريم؟ لا والله مش صعبة، بس إنه فيها عمليات إحنا مضطرين إنه نحفظها. بس نوصل لها رح نحكي عنها أكيد ورح نشرح عنها بالتفصيل. بحكي لي في إشي اسمه بالسترينج non-printing characters، من اسمها non-printing يعني هي ما رح تنطبع، لكن إلها وظيفة. فلما أجي أحكي بالامتحان إنه شو هي الكاركترز non-printing characters، بحكي هي عبارة عن رموز لا تطبع، هي نفسها ما رح تنطبع ولكن لها فعل أو أمر أو تنسيق معين. طيب خلينا نشوف زي إيش اللي بهمونا إحنا فعلياً، اللي هي backslash n backslash t. يعني بيكون في إشارة backslash، هاي backslash اللي هي هيك تنكتب من جهة اليسار لليمين، يسار يمين، هاي بنسميها backslash. بعد الباكسلاش طبعاً داخل يا single quotes or double quotes، يا بحط له N أو بحط له T أو كمان شغلة هلأ رح نحكي عنها. شو هدول حكينا ما بينطبعوا؟ هدول الاسبيشال، هدول ما رح ينطبعوا. هلأ في غيرهم رح ينطبع، بس رح نشوف كيف رح ينطبع. الهدف من هذا الكاركتر اللي هو الباكسلاش، اللي هو اللي ما رح يبين بالطباعة، إنه يعمل عملية. طيب أول إشي الباكسلاش إن شو بحكي لي؟ نيو لاين. والباكسلاش تي بحكي لي تاب. أوكي مش فاهمين، خلينا نروح على مثال عشان نفهم أحسن. إجيت أنا قلت له لو سمحت بدي تطبع لي وبدي أعمل سترينج، حطيت الدبل كوتس أو سينجل كوتس اللي بتكون إياه، وبلشت قلت له إنه هاي بدي أكتب له بايثون، وبعدين حطيت باكسلاش إن، بعدين قلت له لانجوج، وبدي أشوف فعلياً لو شغلت شو رح يعمل. أنا ما حطيت له print تانية، هو لحاله وضع لي بايثون على سطر ولانجوج على سطر. ليش؟ بسبب الباكسلاش إن. باكسلاش إن يعني سطر جديد، يعني انزل سطر أو ننزل سطر. حلو، يعني أنا فعلياً رح أكتب البايثون وبعدين أنزل سطر، أي كتبت بايثون، بعديها بسبب الباكسلاش إن أنا نزلت سطر وكتبت اللي بعدها اللي هي لانجوج. تمام، وفر علي. يعني أنا بالعادة عشان أعمل هاي الحركة شو مفروض إني أسوي إذا بتتذكر؟ برنت فارغة بالضبط، أو لا هي مش برنت فارغة. هلأ أنت لو بدك تعمل هيك، أنت بدك تعمل برنت جديدة وتحط فيها الإشي الجديد اللي بدك تطبعه. تمام، فهي وفرت علي هاي المعضلة. خلينا نحكي بدل ما أضلني برنت، لا لا هاي نسقت لي إياه بشكل أسهل. طيب هلا خلينا نشوف اللي هي الباكسلاش تي شو بتعمل. طبعا تنتبهوا زي هيك هاي إيرور. ليش؟ لأنه رح يقول لي هذا string، وحكينا الباكسلاش إن باكسلاش تي هدول دائما داخل يا سنجل يا دبل، بيجوش هيك فراطة لحالهم، لازم يجي معاهم يكونوا جوات السترينج، لأنه هن سبيشال كاركترز، هن رموز خاصة لازم يكونوا داخل السترينج حتى يقدروا يشتغلوا. إذا كانوا لحالهم ببطل يستوعبهم. هاي مشكلة البايثون، مشكلة كل اللغات تاعت البرمجة. هلا بيجي واحد بيقول لي طيب يا مس لو حطيتي فاصله بركي المشكله، لانه مش فاصله. طيب حطيت فاصله انحلت المشكله يا ترى؟ هلا رح نشوف.
إذا حسيتوا هذا الريبلت بغلبكم اشتغلوا على البروجرامز، يعني التنين بيعملوا نفس المفعول بالآخر. طيب هلا احنا على حسب اللي شايفينه حاطين لنا خط احمر، معناته اكيد في مشكله. شكل اليوم الدنيا كلها ضربين. حكى لي هي بهالشكل هاد انه الباك سلاش ان هي المشكله حتى لو في فواصل. طيب سؤال، كيف ممكن احل هاي المشكله؟ ولا بسيطه، اذا بدي اخلي الكومس عادي ولا عادي بحطوها يا بين سنجل يا بين دبل، هيك بتنحل. طبعا هو بيحاول يساعدنا بس مرات بيغلبنا بدل ما يساعد. بهذا الشكل عادي، شو اللي عمل لي اياه؟ بايثون، والفاصلة رح تترك لي فراغ، يعني هاي بايثون وهذا فراغ. بعدين بسبب الباك سلاش ان احنا مضطرين انه ننزل سطر، نزلنا سطر، وبسبب الفاصلة سبب الفاصلة انا اضطريت اني اترك كمان فراغ. يعني انتبهوا بالامتحان ممكن هيك نعمل شوية تنسيقات نغلبكم معانا ندفع، بس اللي فاهم ما بيلاقي مشكلة. وهي اللانجوج، فالخيارات دقيقة، يعني خليكم مركزين، خليكم صحصحين. طيب خلينا نرجع للشكل الأول اللي حكينا عنه، هاي الباك سلاش. خلينا نحط التي. شو بتعمل التي؟ احكي لي بترك مسافة، تترك مسافة تاب. هلا بتتذكروا التاب هي فعليا ممكن تكون فور سبيسز، طبعا بجوز تجربوها تطلع مرات 8 سبيسز 7 سبيسز، بس هي الستاندرد بالعاده بيكون 4 فراغات. هلا يعني ببساطه رح يكون في مسافه بين الكلمتين او بين التو سترينجز اللي انا بطبعهم، لانه لما احكي سترينج مش شرط بس يكون كلام، ممكن يكون أرقام بس محطوطة بين كوتيشن، فأنا بعتبرها string. يعني عادي بدل language ممكن أقوله 1, 2, 3. فهون الباك سلاش تي هي ما عملت، ما انطبعت، ما بيّنت، هي بس عملت عملها إنها تركت مسافة. مهم؟ آه والله كتير مهم. ليش؟ لأنه الأوتبوت سنصير إحنا نغير عليكم بناء أو الخيارات تاعتنا بالامتحان بناء على هذا الكلام. طيب أنا بقدر داخل نفس السترينج أحط أكثر من واحدة من هدول الغريبين اللي هم اللي سميناهم نون برينتينج كاركترز؟ بقولي آه ما في مشكلة. طيب وبالامتحان أنا كيف بدي أشوفهم؟ بسيطة، شوفوا شو رح نعمل بالامتحان. بالامتحان نصيحة، باجي بشوف السترينج، أول شغلة بتخطر على بالي إنه وين في باك سلاش بوقف عندها شوي. هاي أول باك سلاش، بقول بعديها إن يعني سطر جديد. هاي تي اتش كلام طبيعي. كمان مرة باك سلاش بقول آه استنى شوي، باك سلاش إن كمان سطر جديد، يعني بدي أنزل سطر. بمشي شوي، مش تاخدوا إن والباك سلاش، لأ أنا بدور على الباك سلاش هي البداية. شوفوا باك سلاش بعدين الشيء اللي بدي اياه. باك سلاش تي يعني مسافه تاب. بكمل كمان مره في باك سلاش، باك سلاش تي يعني مسافه تاب، عشان بالامتحان ما اتخربط. طيب شغلت، خليني اشوف استنتجت صح. هي بي واي هيها، وسطر جديد هي ينزلنا سطر. تي اتش ممتاز على سطر جديد، وكمان انزلوا سطر انزلنا سطر. إجا بعد هيك قال لي بعد بدي أكتب ON وأترك مسافة تاب هيها، وبعدين 1 2 وأترك كمان مرة مسافة تاب، وبعدين 3. بشوف التنسيق بيختلف. طبعا لو إجيت أنا قلت لا بدي هاي الأخيرة تكون backslash N، معناته 3 رح تنزل على سطر لحالها. فشغلة واحدة ما أنتبه عليها بيختلف معاي الجواب.
فهدول الكاركترز اللي احنا بنعتبرهم واحدة بتمثل التاب وواحدة بتمثل النيو لاين. طب بس هدول يمس وخلاص؟ لا، في كمان. ايش اللي كمان ممكن يغلبون؟ وعلشان احنا دايما بنحب نلخص، خلينا نشوف اللي نون برينتينج كاركترز. نون برينتينج يعني مش الباك سلاش ما انطبعت، هاي هي الفكرة. طيب أول واحدة اللي هي شو حكينا؟ إيش بتفرق الباك سلاش تي عن أوكي؟ حلو السؤال، بس ذكروني فيه كمان شوية صغيرة. هاي الباك سلاش إن سواء هيك أو هيك، وعندي الباك سلاش تي هيك أو هيك. والإشي الجديد اللي بدنا نحكي عنه باك سلاش، باك سلاش طبعاً سواء بين سينجل أو بين دبل. والباك سلاش سينجل والباك سلاش دبل. طيب خليهم هيك، هل بديش أخربطهم هيك؟ وهاي باك سلاش دبل وهاي النهاية، وباك سلاش سينجل دبل سوري كمان. هلا هاي حكينا تنزل سطر، وهاي تترك مسافة، وهاي بتطبع الباك سلاش، لأنه الباك سلاش هي عملية، فعلشان أخليه غصبا عنه يطبعهم مضطرين نحط تو باك سلاشز عشان يطبع لي واحدة. والباك سلاش سينجل كمان علشان أجبره يطبع لي سينجل بدي أحط قبليها باك سلاش، بس مش دايما، وهلا منشوف. ونفس الشيء بالنسبة للباك سلاش دبل بتطبع لي اللي هي دبل كوتيشن. قبل ما أحكي عنهم بدي أرجع لسؤالكم لأنه كتير مهم. هلا ريما بتسأل إنه شو الفرق لما أحط أنا الباك سلاش تي، وشو الفرق لما أحط داخل البرنت أحط فاصلة. هلا لما بدي أسأل حال الفاصلة بنفع أستخدمها هيك؟ يعني أنا مثلاً بدي أترك فراغ بين البايثون أوكي وبين 1 2 3. إذا بحط فاصلة جوات الكوتيشن إيش بيعمل فيها؟ بيعتبرها إيش بالنسبة إلي؟ بطبعها بالضبط، رح يمسك بايثون فاصلة 1 2 3، مش رح يعتبرها فراغ. إذا أول شغلة بدي أعرفها إنه الفاصلة لا تعمل داخل الكوتيشن سواء دبل أو سينجل، بالعكس هي داخل الكوتيشن شو بتعمل؟ تطبع كما هي. زي هون الفاصلة انطبعت، طنشني ولا أخذ في كلامي. معناته هاي أول اختلاف. تمام. بالنسبة للباك سلاش تي، أول شغلة أو خلينا نقول كمان شغلة الأولى اللي حكيناها إنه هي بتشتغل بس داخل الدبل أو سينجل، يعني بتشتغل داخل السترينج بدون هيك. هي شفنا أعطتنا إيرور صح؟ يعني فالباك سلاش تي تعمل فقط داخل السترينج وغير هيك بيعطيني عليها إيرور. وغير ذلك إرور، هو رح يعتبرها إشي غريب عجيب ومش رح يرضى إنه ينفذ ليها. وشفنا عليها مثال. طيب كمان شفت من الأجوبة كمان شغلة مهمة إنه بالباك سلاش تي اللي هي تترك بالعادة 4 spaces عادة، مش دائما، عادة. إحنا بالامتحان مهم إنه في فراغ بس مبين إنه أكثر من فاصلة. الفاصلة كم فراغ بتترك؟ الفاصلة بتترك فراغ واحد. يعني أنا هون حطيت بهذا الشكل، حطيت أول string فاصلة تاني string، ومو شرط الفاصلة بس تشتغل مع string، هي ترك لي فراغ واحد. فالكومة بتترك لي one space only بس الفاصلة، وما بتشتغل إذا كانت جوات string. وكمان
الفاصلة ما بتشتغل إلا مع البرنت، ما بتشتغل مع السترينج. والفاصلة لو في عندي أرقام وسترينج ما عندها مشكلة عادي، هي شغلها مع البرنت. بما إنه شغلها مع البرنت فهي بس بتترك البراغ وكتر خيرها، ما بدنا منها غير هيك. طيب، وهذا السؤال على فكرة سألتوني إياه بالأول، لو إجيت عرفت فاريبل وحطيت جواته فراغ، حطيت كما تمام، وإجيت طلبت منه يطبع لي إكس، فهل يا ترى رح يترك فراغ؟ شو رأيكم؟ بترك سبيس؟ بطبعها لا، بتبعها بالضبط، هي حيطبع لي إياها، يعني مش شغالة. نرجع لنفس المشكلة اللي حكيناها، لكن لو حطيت الباك سلاش تي أو باك سلاش إن أو أي واحدة فيهم فحتشتغل. يعني هي بتشتغل مع variables of type string عادي، هي تركت فراغ محلاها ما عندها مشكلة. فهي أتوقع إنه هيك وصلت الفكرة. طيب، نرجع لمشكلة، أو نرجع لليش أنا بضطر أحط two back slashes، واللي والله للأسف البايثون مش رح يشوف ولا رح يطبع الباك سلاش إلا إذا حطينا تنتين، كل تنتين يعني اطبع لي واحدة. فالباك سلاش الأولى اللي هي سميناها non-printing character هي ما رح تنطبع، بس هي تعمل إشي. إذا إجا بعديها باك سلاش يعني معناها هون بدي أطبع باك سلاش واحد. طيب، لو حطيت هيك كيف بدي أفهم بالامتحان شو اللي مطلوب؟ بقول طيب كل تنتين يعني اطبع واحدة، صح؟ وكل تنتين اطبع واحدة، وكل تنتين اطبع واحدة، يعني بدي اطبع ثلاثة باك سلاشز. تمام؟ بالضبط بالضبط، فرح يعطيني ثلاث. طيب، ولو إجا بالامتحان كمان عشان يغلبني، شوفوا أنا بعطيكو بقولكو شو بيجي، كيف منجيب إحنا هيك منحب نغلبكو بالامتحان، وحطينا هيك المستعجل مش رح ينتبه للتي، بصير يقول لك ثلاثة باك سلاش، لا 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 مش ثلاثة باك سلاش، شوي شوي، هدول يعني اطبع واحدة وهدول يعني اطبع واحدة، وهاي مع التي معناته اللي هو تاب، مسافة تاب، يعني بيختلف. هاي تو باك سلاشز مسافة تاب. طبعا بجوز تشوفوا انه هنا المسافة زادت مش زي قبل شوي، هي فعليا التاب يعني قصتها قصة، هي فعلياً إنه أنا عندي الشاشة مقسمة لمحلات، وهي بتنقلني من زي كأنه جدول فيه محلات معينة، هي بتنقلني للمكان اللي وراء. فهذا الفراغ مرات بزيد مرات بقل، بس ما رح أدخل بديتيلز تاعته. واضح لحد هلا؟ حدا عنده أي سؤال لهاي النقطة؟ حدا عنده مشاكل بالمادة بشكل عام؟ رح أعتبر إنه أموركم منيحة إن شاء الله. ببين هالمد. اسألي ريما. ريما وبعدين باسم. يلا يا ريما. هلا متى بميز؟ سؤالك كتير حلو يا ريما. أنا متى بعرف إنه هاي كومنت أو هاي string؟ إذا ما هي print، جوا البرنت هاي 1 2 3، قلت له هاي انتر أو خليها هيك، شو بيعمل هون؟ بيعتبرها إيش؟ بيعتبرها ك comment ولا ك string؟ تقدري هيك تطلعي وتجاوبيني عليها؟ بطبعها ولا بيعتبرها إنه هذا طنش؟ شو رأيك؟ string بالضبط يا باسم، بتبعها بالضبط. ليش؟ لأنه أنا حكيت له اطبع، وهي البداية وهي النهاية وهي الكلام، حطيتها داخل الأمر. كمان زي لو قلت له عندي variable سميته y 1 2 3، وحطيت مثلا Welcome. هلا هون
لما أحكي له print الواي ما بيقول لي واي مش موجودة، لا بيقول لي الواي variable of type string، هاي الواي string variable والقيمة تاعته هي كلمة welcome. فإذا بدي أجي أطبعها رح يطبع لي كلمة welcome، هاي طبع لي أول إشي الهاي وبعدين طبع لي كلمة welcome. هلأ متى بتصير comment؟ وعلى فكرة سؤالك حساس وبغلب بالامتحان، يعني اللي مش منتبه بتضيع عليه السؤال هذا. comment زي هيك باجي يعني باجي ما بكون في variable ولا بيكون داخل print، ممكن مثلاً أحكي له print yes، يعني هيك special كتير special هاي الكيس، وسكرت قوس لبرنت وبعدين طبعاً عشان هيك وهاي هلأ شو رح يعتبر هون؟ هاي من special cases اللي رح يشوف لي إياها على إنها مشكلة. هون عملت لي ايرور. لو انها كانت، لو كانت اللي هي الهاش في مشكلة؟ ما في مشكلة. هاي لو اجيت شغلت ما عنده مشكلة. فالإشي اللي بميز لي اياه انه اشارة الهاش اينما وضعت يعني بجانب امر أو بداية سطر فهي comment، مش رح يتطلع عليها. زي هون هاي وين ما بدك تحطها، وين ببداية الأمر بنهاية الأمر مش مشكلة، comment خلص ما في مشكلة. مشكلتي مع الكومنت المالتي لاين لازم وين تكون بالضبط؟ زي ما حكيت أحط enter لازم أخليها تبلش بسطر جديد. ليش ليش ليش؟ لأنه الثلاثة التريبل كوتس هدول يا string يا comment، يعني هو مش عارف حاله بستنى. فلما أجي أحطها على سطر لحالها هون بيعتبرها عبارة عن comment. فهي هي التريبل comment على شكل المالتي لاين فقط ببداية سطر بعتبرها كومنت. غير هيك أنا رح أعجي أم البايثون بطل يستوعب علي إشي وبصير مش عارف حاله شو يعمل، بصير يطلع لي إيرورز. بريح حالي وبحطه لحالي. ممتاز. طيب باسم إيش كنت بدك تسأل ولا نجاوبنا على الموضوع؟ دكتورة هسا هني سؤالين هسا يعني الهاي إذا حطيتها بسطر مع البرنت بيعتبرها إنه لازم أعرفها كفاريبل زي وكأني حاط رقم وتاركه؟ كيف يعني؟ يعني لما كنا حاطين برنت هاي أشيلها مثلا؟ لا لا الهاي لما كنت تقولي إنه المالتي لاين كومنت لازم يكون على سطر لحاله. يس هسا إذا كان مش على سطر لحاله هو بيعتبرها إنه سترينج مش معرف. بالضبط مش string مش معرف. هلأ هون مشكلتي كانت إنه الأمر كله صار خربطة، يعني لو إني حطيت كما ما في مشكلة بأخذها كحط فراغ string عادي وحط فراغ وما في مشكلة، مش رح يكون مشكلة عنده. لكن أنا وين المشكلة؟ إنه أنا حبيت أفهمه إنه هاي comment وأعمل زي ما هو بده، رح يقولي لا هاي مش comment، هاي صار اسمها string، هيك هو شايفها هون رح يشوفها as string مش رح يشوفها as comment، رح يعتبر انه في مشكلة بالسنتاكس. اسأل السؤال الثاني. هسه الباك سلاش باك سلاش اذا حطيت بالاكس بالفاريبل اكس هاي باك سلاش وفراغ بيناتهم انه بنطبعوا الثنتين صح؟ هيك؟ بنطبعوا الثنتين يعني لازم يكون قراب من بعض. انا اول شيء بدي احط برنت الاكس هيك انت قصدك صح؟ خلص تمام طبعا تمام طبعا. هلا شوف علي في شغلات، يعني لما احط تو باك سلاشز هو بشوفها وحده. هلا بسبيشال كيسز مثلا خلينا نروح على لغات تانية، لو بتحط باك سلاش زي هيك لحالها بيعطيك عليها ايرور، البايثون بيمشيها.
عرفت علي؟ بعتبرها بطبعها يعني بطبعها باخذ معها أدعى لنا بطبعها وخلص. تمام؟ خلص تمام شكرا لك. طيب نرجع للمشكلة اللي بدنا نحلها. خلينا نشيل هدول ونيجي جوا بدي يعني أنا هون بهاي المرحلة جاي على بالي يطبع لي دبل كوتيشن. فبراً بدي يطبع لي دبل كوتيشن. شو اعتبر لي إياها؟ اعتبر لي إياها إرر. طب ليش؟ ما أنا بديك تطبعها تعتبرها string. شو بحكي لي؟ بقول لي ما هو هون هاي بداية string. ما هو حافظ مش فاهم. وهاي نهاية string. طب يهديك يرضيك خليها مع السترينج وحل لي المشكلة. قولي لا سوري هاي بداية السترينج وهي النهاية. هدول زيادة ايرور مش شايفهم على انهم سترينج ولا مستوعب انهم سترينج. طب والحل؟ انا يعني مضطرة على هذا الموضوع. كلي عندي خيارين. الخيار الاول انه بدل ما تبلش بدبل بلشوها بسينجل. هو بصير يفهم إنه هاي بداية السترينج وهاي النهاية. إحنا حكينا اللي منبلش فيه مننهي فيه. فهاي بداية السترينج وهاي نهاية السترينج. وهاي رح يعتبرها ككاركتر كحرف وتطبع كما هي. يعني هلأ إذا شغلت ما رح يعطيني إرر؟ قولي لا عادي فيش مشكلة مش رح يعطيني عليها إرر. تمام؟ فهي أول حل. طبعا هذا الحل مش عملي. ليش؟ لأنه ممكن أنا أنسى. ممكن بدي كمان يطبع لي سينجل. طبعا هي نفس المشكلة. إذا قلت له اطبع لي سينجل كمان رح يعطيني إرر. رح يقول لي يا جماعة ما هاي البداية وهاي النهاية هيك هو شاية وهي رح يعتبر لي إياها زيادة إرر اللي هي من عند الأن عشان نعلم عليها صح من الأن وطلوع هاي بعتبر لي إياها إرر. فالحل الأحسن والأنسب شو بحكي لي؟ بقول لي طيب إذا بكل ولا بد بدي أطبع single quotation أو double quotation ويعتبرهم كحرف حطوا قبليهم هالباك سلاش الله بعينكم حطوا قبليهم الباك سلاش نبطل فيه مشكلة. شو رح يعمل؟ إذا بشوف البايثون باك سلاش بعديها دبل كوتيشن يعني بيطبع لي دبل كوتيشن حلو. وإذا بشوف باك سلاش وبعديها سينجل كوتيشن بيطبع لي سينجل. خربطت إشي من ترتيب السترينج؟ لا ولا إشي أموره تمام التمام بطل يعطيني إذا. فعشان هيك هدول السبيشال كاركترز احنا بالنسبة لنا مهمين لأنه فعلياً لهم تأثير وتأثيرهم واضح إنه بيمنعوا حدوث المشاكل. يعني هون لو بلشتها بدبل أي أبلشها بدبل وأنهيها بدبل كمان ما رح يعتبر إنه في مشكلة. طبع لي نفس الفكرة لأنه أنا حليت المشكلة من الجذور من الأساس. واضح؟ تمام؟ حدا عنده أي سؤال قبل ما أروح للي بعده؟ وعلى فكرة حتى لما أنزل محاضرة مسجلة عادي اللي عنده سؤال وهو بحضر المحاضرة وهو بحضرها يبعث لي إيميل ما عندي مشكلة دايما أنا معاكم مش مشكلة لي. طيب الأمور لحد هيك واضح شو بنعمل بين بالباك سلاش. بالباك سلاش طلعت مهمة يعني مش إشي حي الله لا والله إشي مهم. إذا مع بعديها بيجي N بنزل سطر جديد بعديها بيجي T بترك مسافة T بعديها بيجي باك سلاش بطبع واحدة باك سلاش مش تنتين. إذا بيجي بعديها سينجل بطبع سينجل بيجي بعديها دبل بطبع دبل حلو تمام. طيب ولو إجا بالامتحان وغدروني بالسؤال وحطوا فراغ شو بيصير؟ طبعا هون لأنه إحنا مشكلتنا مش مع السينجل أنا مفروض أعمل كفراغ هون. شو صار؟ قال لي إرر. طب ليش؟ بحكي لي ما أنتو هاي البداية وهاي النهاية
وهاي مشكلة زيادة. هيك هو فسرها، ما فسرها التفسير الصح، لأني حطيت سبيس. إحنا عشان هدول يشتغلوا ما في سبيس بينهم، عشان يأدوا العمل تاعهم لازم يكونوا كوحدة واحدة without spaces. هاي هيك بدون spaces أمورهم عالي العالم، ما رح يعملوا مشكلة. طيب هاي بالنسبة لل non-printing characters. نكمل نيجي على إشي اسمه string representation، مهم كتير. ليش؟ لأنه رح نشوف كل الشابتر رح يعتمد عليه، يعني هاي السلايد واللي وراها رح يعتمد كتير من الأشياء بالشابتر عليها. شو يعني string representation؟ احكي لي كل كاركتر، يعني كل كبسة بتشوفوها على الكيبورد، لما أحكي كلمة كاركتر كل كبسة على الكيبورد يعني هي عبارة عن كاركتر. بقول لي is mapped associated with an integer، يعني بتتحول. هو فعليا عشان يفهم انه انا كبست على صفر على الكيبورد مرقمهم حافظهم بالارقام، يعني كبست على السلك رقم مثلا 48، هيك هو فاهمهم، هيك هو حافظهم. طبعا مش عشوائي. ليش؟ لان المفروض اذا عندي الصفر رقم السلك تاعه 48، لما اروح على جهاز تاني الصفر 48 ما يتغير علي الجو، يضل نفس الإشي. فبحكي لي بنعتمد إشي اسمه UTF-8، هذا اللي بنستخدمه عشان يعني هي زي ما تقولوا زي كأنه في سيستم نظام أعطوا الأرقام بناء على Unicode بناء على UTF-8. أوكي مش فاهمين؟ طيب عشان نفهم أكتر خلينا نشوف التلخيص. شو بحكي؟ بيقول لي إذا بتيجوا فعلياً للسبيس، وهي أنا اللي كتبتهم هدول حفظ، تمام؟ هدول بصم، نحط عندهم إنه حفظ بصم مهم جداً، بصمو بصم هذا اللي مكتوب. آه طب يا مس شو نعمل يعني؟ حكينا إنه هو لحاله الفراغ معطيه رقم 32، ثابت ولا بتغير؟ بقول لي ثابت. طبعا شوفوا شو حاطينه بين single quotes or double quotes، يعني string، لأنه إحنا عم نحكي على character يعني عبارة عن جزء من string. هلأ string بنسميه sequence of characters، string مجموعة characters، وممكن يكون character لحاله عادي. فالspace 32، الصفر رقمه اليونيكود تاعه أو UTF-8 تاعه اللي هو 48، الA capital 65، الA small 97. طيب تمام، وإذا بالامتحان سألني عن الB capital شو رقمه؟ أحفظ وحفظ؟ شوفوا شو بعمل، أنا حفظت الA capital اللي هي 65، الB capital بعديها بحرف يعني بزيد واحد، يعني كل ما أمشي A B C D بدي أزود واحد. فالA كابيتال 65، الB كابيتال 66، C كابيتال 67، أوكي وهكذا، الD كابيتال 68، وبكمل تأوصل للزد كابيتال. فإذا حفظت الأول خلص بزيد واحد لحد ما أوصل للحرف المطلوب. نفس الشيء بالA سمول، A سمول 97، الB سمول 98، السي سمول 99، الدي سمول 100، وهيك لحد ما أوصل للزد سمول. طبعاً رح تشوفوا إنه هذا الكلام إحنا ملخصينه بهذا الجدول. فهي أشيل هاي، هذا هو الـ UTF-8، هي الـ Space 32. طب يمس أحفظ علامات الترقيم؟ لا تحفظوهم، اللي مكتوبين قلت لكم احفظوهم هم احفظوهم، هدول ما تحفظوهم، بس رح نشوف رح نحكي عنهم بعدين بإشي سهل مش نصعب على حالنا. الصفر 48، طب والواحد 49، والاثنين 50، والثلاث 51، والأربعة والخمسة والستة، بضل أزيد لحد التسعة. الأرقام اللي موجودة فقط من صفر إلى تسعة، أوكي؟ ليش؟ كمان رح نحكي عنها بعدين.
الاي كابيتال لانه على الكيبورد بس من 0 ل 9، بعد هيك لما بدي اقول 10 بحط 1 وحده 0، 11 1 حده 1، بس الارقام الاساسيه من 0 الى 9. اي كابيتال 65 زي ما انتم شايفين، وبيضل يزيد 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 لحد ما يوصل للزد كابيتال. الاي سمول 97، ونفس الفكره بي سمول 98، ضل يزيد 1 الى ان يوصل الزد سمول. اوكي تمام. طب احنا ايش الهدف منهم هدول الارقام؟ راح نعطي بس مثال واحد عليهم ورح نرجع نحكي عنهم المره الجاي، بس هيك احنا مقدمه رح نحكي عنهم. بحكي لي احنا عشان نشوف رقم الحر لازم اتعامل مع عمليه اسمها اورد، او ار دي، الاوردر، ترتيب. يعني شو رقم؟ يعني لو قلت له او ار دي وبفتح أقواس ضروري، شو قال لي؟ طبعاً يا سنجل يا دبل اللي بدكوا إياه. لو قلت له الـ A capital، يعني بسأله الـ A capital شو رقمها بالجدول هذا اللي طلبنا إنه نحفظه، بيجي بحكي لي 65. حلو. طب ولو قلت لك space بيقول لي 32. طب A small على حسب الجدول اللي بدنا نكون حافظينه أكيد، الاي سمول 97، وهكذا. معناته الاورد هي عملية أنا بعطيها الكاركتر وهي بتعطيني رقمه. طب والصفر؟ هاي 32، 48 سوري. طيب والزد سمول اللي هي عبارة عن 122، والزد كابيتال هل بيختلف؟ أكيد. أي الزد كابيتال معطيني إياه 90. طيب هاي مبدئيا العملية اللي حكينا عنها اللي هي الأورد. في الـ CHR رح نحكي عنها المرة الجاية. لحد هاي النقطة حدا عنده أي استفسار؟ في إشي مش مفهوم؟ تمام؟ طيب هلأ بكرة وبعده رح تكون المحاضرة مسجلة، تمام؟ يعني 2-3 مسجلة، بشوف كل 4. ليش مسجلة؟ علشان نقطع أكبر قدر ممكن من المادة، لأنه للأسف الصيفي مضغوط وأنتوا شايفين بنزل كتير محاضرات. يعني غيري بعتي مثلا بس خلال الأسبوع، أنا برجع كمان بالويكند بنزل لكم محاضرات علشان بدي تاخدوا أدق التفاصيل من المادة. بدناش هيك شغلة نمر عليها مرور الكرام. أنا ما بقرأ سلايدز، أنا لازم أعطي مثال على كل شيء. فإن شاء الله بشوفكم يوم الأربعاء. ادرسوا الشابتر أول بأول. الله يعافيكم يا رب. شكراً لكم. وتنسوش كويز الخميس اللي شابتر 2 لسه بعده ما كمله، يكمله ضروري. مفروض أول 3 شابترز مادة المد. إذا بصير أي تعديل كمان بنخبركم. ويعطيكم ألف عافية. سلام.